اللي انا فهمت منهم كويس جدا. اول حاجه اتكلم عن الفيزياء لان انا كنت بسمع فيها اتنين، اول واحده مس اماني منصور، والله العظيم مس اماني منصور دي يا جماعه انا كنت حالفه ان انا لما افتح قناه ان شاء الله هتكلم عنها، وكان نفسي بجد يعني انا كنت بمشي في الدروس كده كنت بمشي اقول لكل العيال عنها من كتر ما هي كانت بجد يعني رهيبه في الحل. انا كنت بسمعها حل، هي تقريبا ما كانتش بتشرح على سبوره او كده، هي كانت بتحل، وقبل ما تحل كانت بتشرح الجزئيه اللي هي عن الدرس، يعني بتشرح الحته اللي هي تحل عليها. يعني مثلا الفيزياء كانت الواجب مثلا كان حوالي 50 سؤال 60 سؤال 70 سؤال، فانت طبعا الفيزياء لازم تحلهم كلهم ده اولا، فهي ما كانتش بتنزل حل مثلا الأسئلة كلها مرة واحدة لأن طبعا بياخدوا منك وقت وبياخدوا طبعا منها وقت في الحل في الفيديو، يعني فهي مش هتعمل فيديوهات طويلة قوي، فكانت مثلا بتحل نص الأسئلة ونص الأسئلة في فيديو تاني، وساعات لو في الأسئلة قليلة كانت بتحلها كلها مرة واحدة، بس في الأغلب يعني الأسئلة كانت بتبقى كتيرة فبتحل الجزء الأول والجزء التاني. فلما كانت بتحل جزء كانت بتشرحه الأول في كراسة كده وتفهمك الموضوع باختصار، يعني بعد كده بقى بتبدأ تحل. الحل بتاعها رهيب والله العظيم. كمان كانت بتحل بطريقة مختلفة عن كل المدرسين، بطريقة سهلة وبسيطة وبتفهمك ببساطة، بتحسسك ان الفيزياء دي سهلة وان الفيزياء دي جميلة وان الفيزياء دي رائعة، مع ان الفيزياء دي مادة زبالة، وانا قلت لكم في اول فيديو ان المادة دي والله بس والله العظيم انا كنت بحبها، يعني كنت بحبها من كتر ما هي يعني انا بحب المغامرة، يعني بحب روح المغامرة كده وان انا احل حاجة كده فيها مغامرة وما اعرفش ايه، فكانت حلوة بالنسبة لي ما كانتش وحشة، كنت بحب اغامر فيها يعني. فاول واحده كنت بسمعها مس اماني منصور.